وتكررت زيارات الموت. لقد ولدت خديجة 6 من الأبناء، 4 بنات وولدين، ومات منهم 5 في حياته. لقد أصبح الموت زائراً مألوفاً، ما يكاد يمضي بغنيمته من بيت الرسول حتى يعود مرة ثانية ليطالب بغنيمة جديدة. والقلب الجريح لا يشكو ولا يتألم. كان ذات يوم في إحدى معارك كفاحه، بل في أولى معارك كفاحه في بدر، حين وفاه نعي إحدى بناته، وحين عاد احتفل بنصره هو وأصحابه، وطوى ألم الموت في صدره الكبير. لقد تقدم السن بالرجل العظيم، وتخلل الشيب لحيته، وأصبحت خطواته أكثر بطئاً، وبعض أعدائه يعيرونه بأنه ليس لديه ولد، إنه لا يحمل لهذه البنوة المفقودة هماً. لقد بنى دولة ونشر دينا وأقام حضارة وأطلع فجرا، وغيب في الظلمات ليلا كالحا، إذ كل المسلمين إخوانه وأبناؤه وحفدته. إذا كان آباؤهم قد وهبوهم الحياة، فهو قد وهبهم أثمن ما في الحياة، وهبهم معنى الحياة. ولكن هناك جنينا يتحرك في بطن مارية القبطية، ولعل الجنين يكون ذكراً يبلل ظمأ الرجل العظيم إلى الأبوة. وجاء إبراهيم وفرح به محمد، واندملا جرح والديه اللذين مات طفلين منذ أعوام طويلة، فكان يحمله وهو خارج من بيته وينظر في وجهه، ثم يسأل أصحابه: ألا يشبهني؟ أليس وجهه وجهي؟